اولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم عشر المرسلين. معكم مصطفى بن كرطي، مدير شركه رياضيه ورئيس الدوري الدولي للانديه البطاله. احنا اليوم كنتواجدوا بقاعه حاج خضر الدات تماره، اللي كتعرف واحد مدينه تماره اللي كتعرف واحد تظاهره دوليه في رياضه التايكواندو في النسخه ديالو الثانيه. كنشكروا جميع المنابر الاعلاميه على الدعم ديالهم، يعني المتواصل اللي كينشروا يعني اي صراحه اي حدث رياضي بمدينه تماره، سواء تايكواندو سواء اي رياضه. ويعني والحمد لله اليوم في النسخه الثانيه بمدينه تماره اللي كتعرف ازيد من 60 نادي بدوله المغرب، وكاين انديه خارج ارض الوطن، كاين انديه من دوله اسبانيا وانديه من دوله فرنسا. والحمد لله في اطار واحد الاحتكاك وتبادل يعني الخبرات والتجارب، وصلنا في النسخه الثانيه يومي السبت والاحد ازيد من 560 مشارك ما بين ابطال مغاربه وابطال خارج ارض الوطن في واحد الجو عائلي رياضي. كنشكروا جميع الاخوان المدربين على الدعم ديالهم وعلى التعاون اللي بانجاح التظاهره، وكنشكروا طاقم العمل اللي متجند، يعني هذه اموا وكان واحد روح تعاون لا من اخوان منظمين لا مؤطرين اللي كتصرف على تظاهره من جميع الجوانب، اللي حتى وصلنا لذاك المبتغى اللي كنا حاطين البرنامج. الحمد لله كانت النسخه الاولى كنا درنا فئه واحده يوم واحد، اليوم كنتعرف النسخه الثانيه فيها يومي واربع فئات وفيها ازيد من 560 مشارك، يعني وكنطمحوا النسخه الثالثه تكون عاوتاني شي حاجه جديده ان شاء الله. السلام عليكم، معكم الاستاذ منير الوردي. اليوم كناخذ الصفه ديال نائب رئيس اللجنه ديال التحكيم اللي دائما كنمشيو تحت تعليمات ديال المسؤول على التحكيم الوطني السي يوسف بن علي. الامور الحمد لله اليوم كان عندنا 240 مشارك مقسمه على خمسه ديال الارضيات، كل ارضيه غادا تاخذ تقريبا واحد حتى 47 مباراه مقسمه على النهار كامل. الانطلاقه كانت يعني مبكره، الاستجابه ديال جميع الابطال والمدربين كانت في المستوى. كنشكروا المدربين والابطال الالتزام ديالهم بالقانون اللعبه، كذلك كنشكروا الجامعه اللي اعطتنا الترخيص السنه التاليه على التوالي لتنظيم هذا الحدث الدولي الرائع. وبهذه المناسبه كنشكر كذلك الاخ مصطفى بن كرطي اللي تيجي لنا هذا الحدث الدولي لمدينه تماره والمغرب بصفه عامه، ليكون في علم الجميع ان الحكام اللي كيسيروا هذا الدوري الدولي للانديه البطله النسخه الثانيه 17 حكم عندنا يعني دولي، وعندنا 8 ديال الحكام، 7 ديال الحكام هما حكام وطني من الدرجه الاولى. الامور الحمد لله غدا في واحد الشق التصاعدي من حيث التمييز والاستحسان ديال هذا الحدث هذا. كما كتبعوا معنا القاعه مملوءه على الاخر ديالها من ناحيه الجمهور والناس المتتبعين ومحبين هذه الرياضه هذه، فالحمد لله غنتمنوا ان هذا الشيء هذا يزيد يكبر. وكنرحبوا بالضيوف اللي جاونا من دوله اسبانيا، من دوله فرنسا ومن دوله بلجيكا. كتعرفوا على ان هذه البطوله هذه جابت حتى البومسي، لان لعبنا الكيوروغي وهذا العام درنا حتى الصنف ديال البومسي اللي تبان به 16 مشارك من دوله اسبانيا مقابل 16 مشارك من دوله المغرب. السلام عليكم، مونيا بورقيق نائبه رئيس عصبه الرباط في القنيطره وعضوه في الجامعه الملكيه المغربيه للتايكواندو. صراحه اليوم حنا كنتواجدوا بمدينه تماره هاد تنظيم هاد التظاهره الرياضيه من الحجم الكبير اللي منظمها عائله بن كرطي على راسهم السي مصطفى بن كرطي. صراحه تنظيم في المستوى الدولي، وخصوصا انه مشاركه ديال مجموعه الانديه الدوليه من اسبانيا وفرنسا وبلجيكا ما زاد الا طعم المستوى ديال اللاعبين المغاربه. والحمد لله تنظيم في المستوى، مباريات مستوى جيد، تنظيم جيد، عدد المشاركين ما يفوق تقريبا 500 مشارك ومشاركه من جميع انحاء المغرب. صراحه احنا فرحانين بتواجدنا في هذه التظاهره هذه، ما غتزيد الا مستوى جيد بالنسبه للابطال المغاربه اللي غادي يطعم بهم ان شاء الله الفريق الوطني. السلام عليكم، معكم حسن معزوز، عضو منظم للدوري الدولي بمدينه تماره. هذا الدوري اللي مشاركين فيه واحد المجموعه على المستوى الوطني، وفي نفس الوقت معنا واحد المجموعه ديال الجمعيات من فرنسا واسبانيا وبلجيكا. هذا الشيء كامل دايرينه من اجل الاحتكاك وفرصه الاطفال ديالنا الممارسين لرياضه التايكواندو
باش يديروا الاحتكاك فيما بينهم مع مجموعه ديال الاطفال على مستوى هذه الدول اللي ذكرناهم. والشعار ديالنا هو يدا في يد من اجل النهوض بالمستوى الرياضي على مستوى المحلي ديال مدينه تمارا والمستوى الوطني. ولما لا ان هاد الشباب ديالنا اللي كيمارسوا هنا نعطيهم فرصه ويمثلوا المغرب في التظاهرات الدوليه. هذه مناسبه بان مدينه تمارا كتحتضن هذا الدوري اللي احنا في النسخه الثانيه ديالو. كنتمناو هذه النسخه هذه تزيد الطعم وتكثف الجهود حول هذا الدوري هذا باش ياخذ حقه، ونقدروا نجذبوا واحد المجموعه ديال الدول لهذا الدوري هذا، ومدينه تمارا تكون من ضمن المدن العالميه اللي كتنظم تظاهرات كبيره على مستوى رياضه التايكواندو او الرياضات الاخرى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.